بيروت، ساكنة في بيروت. جابت بنتها معها، بنت عمرها شي 40 سنة. سندي شوفات تسع جثث بعد صار 10 أيام تحت الأرض، ريحة طالعة بتقتل القتل. شو بدي أقول؟ شو ذنبنا لحتى تعمل فينا إسرائيل؟ والله ما بيتعاطوا مع أحزابها مناوب مناوب. لا لو حرام يلا أري إبراهيم كيف يعني عم بيأخروا العالم وبيضايقوا العالم وهيك اسرائيل بدها قطعت كل الطرقات وحرمت العالم تظهر من بيوتها وبتقول بدها تخلي الناس تطلع من بيوتها مشكلة مش مأملنا شيء لا أغطي لا أكل ولا شرب ولا إشي مركب وقاعدين هون بالمدرسة ما في شيء مش عم يجينا شيء There is absolutely no sign of any civilian population. The people may be hidden or they may be in the surrounding villages. النصر آتٍ بإذن الله النصر آتٍ هدول ما تبقى من أغراضك يا حاج الحمد لله رب العالمين كتر خير الله الحمد لله الله كفينا خير أما نحن أبناء الحياة والأمل وهم أبناء الموت والفناء